أول امتداد لمنخفض البحر الأحمر لهذا الموسم على موعد مع المملكة يوم الأحد، وكميات أمطار هطلت يوم الجمعة كانت نادرة. التفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. إذن من المنتظر أن تشهد المملكة أول امتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر، هذا المنخفض الذي يعتبر منخفضا موسميا ويؤثر على مناطق بلاد الشام والأردن في أشهر الخريف والشتاء وحتى الربيع. في حال امتد هذا منخفض البحر الأحمر، أو في بعض الأحوال العديدة التي يمتد إليها منخفض البحر الأحمر إلى المملكة، ترتفع درجات الحرارة وتنشط سرعة الرياح ويزداد الطقس جفافا، في حين أنه يقترن ذات المنخفض البحر الأحمر أحيانا بنشوء حالات ما تسمى بعدم الاستقرار الجوي. على الجانب الآخر، هطلت أمطار يوم الجمعة ناتجة عن تأثر المملكة بمنخفض جوي يعتبر مبكر ومصنفة من الدرجة الأولى، وتعتبر كميات الأمطار هطلت نادرة. إذ نظرنا إلى سجلات المملكة المناخية، مثلا في العاصمة عمان سجلت ما بين 4 إلى 5 مليمترات، نجد أن آخر تاريخ أو سنة هطلت بها الأمطار في نهايات شهر سبتمبر ناتجة عن نظام جوي بارد، أي منخفض جوي وليست حالات عدم استقرار جوي، كانت في العام مثلا 97، ومرة أخرى في العام 93، ومرة أخرى في العام 82. وبالتالي نجد تباعد كبير ما بين السنوات التي تشهد به المملكة هطولا للأمطار. في المناطق الشمالية سجلت في إربد 5 مليمترات، في عجلون 6 مليمترات، وفي جرش 3 مليمترات، في الزرقاء تقريبا حوالي 1 مليمتر، وفي المفرق 1.5 مليمتر، في السلط 4 مليمترات، وفي مادبا تقريبا 2 مليمتر. اللافت في هذا المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة هطول الأمطار في كل من الكرك وأجزاء واسعة من الطفيلة وصلت إلى 7 مليمترات، ويعتقد أن هذه القيم لم تسجل من قبل في تلك المناطق في فترة شهر 9، وتعتبر حدثا نادرا ومناخيا نادرا. لم تسجل أمطار بشكل واضح في المناطق الجنوبية من المملكة، مثلا في أقصى المناطق الجنوبية، أقصد في أقصى جبال الشراء وفي العقبة وفي معان، سجلت في جنوب العاصمة عمان 3 مليمترات، وأيضا هذا يعتبر نادر بعض الشيء، ولم تسجل أمطار في المنطقة الشرقية من المملكة. بالنسبة للانتقال مرة أخرى لموضوع منخفض البحر الأحمر، خرائط الضغط الجوي تشير إلى أن هناك بداية امتداد لمنخفض البحر الأحمر كما نلاحظ من المناطق الجنوبية الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية. غدا الأحد يتعمق هذا الامتداد لتشهد أجزاء من المملكة رياحا جنوبية نشطة بسرعة، خاصة في ساعات الصباح مع حدوث ارتفاع على درجات الحرارة، ولكن يوم الاثنين يبدأ هذا النظام الجوي بالتحرك نحو الشرق ومفسحا المجال باندفاع مرة أخرى لمرتفع جوي قادم من البحر المتوسط، والذي يؤدي إلى اندفاع تيارات هوائية ذات درجات حرارة خريفية الطابع بشكل عام. هذه توقعات النماذج الحاسوبية لتحركات الكتل الهوائية، فكما نلاحظ باللون الأحمر عادت من جديد درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي اليوم السبت، المزيد من الارتفاع كما نلاحظ يوم الأحد تصل بعض الألوان الداكنة للمنطقة الجنوبية من المملكة، وبالتالي هناك أجواء أقرب إلى الصيفية يوم الأحد بشكل عام. يوم الاثنين تبدأ هذه الكتلة الهوائية ذات الألوان الداكنة بالتحرك شرقا مبتعدة عن المملكة، وبالتالي يتوقع يوم الثلاثاء أن تدخل أجواء أكثر خريفية ورياح أكثر خريفية المشار إليها بهذا اللون باتجاه المملكة بمشيئة الله تعالى. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاث أيام القادمة في العاصمة عمان، كما نلاحظ أن يوم الأحد 30 درجة مئوية، أجواء نستطيع نقول بأنها صيفية، صيفية الطابع في ساعات النهار، 20 درجة مئوية في ساعات الليل، تهبط إلى 27 درجة مئوية تقريبا يوم الاثنين مع أجواء مشمسة لكنها تكون رطبة ليلا ومائلة للبرودة في بعض المرتفعات الجبلية العالية الصغرى 16 درجة مئوية. المزيد من انخفاض درجات الحرارة يوم الثلاثاء، أجواء خريفية تماما يوم الثلاثاء مع ظهور كميات من السحب والغيوم المنخفضة خاصة في ساعات الصباح والصغرى ليلا 16 درجة مئوية. أما بالعودة
الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة عمان، فتكون الأجواء صافية ودرجة الحرارة 18 درجة مئوية. الأجواء مختلفة تماما عما كانت عليه خلال الليلة الماضية، هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الليلية بمشيئة الله تعالى. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين. نبدأها من المناطق الشمالية بالمملكة، في إربد 32 إلى 21، إذن درجات حرارة بمستويات صيفية. في عجلون 30 إلى 20 درجة مئوية، في جرش 31 إلى 22، وفي المفرق من 31 إلى 21 درجة مئوية. في العاصمة عمان والبلقاء من 30 إلى 20 درجة مئوية، 32 إلى 22 في الزرقاء، وفي مأدبة من 31 إلى 20، ترتفع حدود 37 درجة مئوية في البحر الميت في ساعات النهار مع أجواء حارة طبعا هناك، والصغرى ليلا حوالي 28 درجة مئوية. في المنطقة الجنوبية في الكرك 31 إلى 21، في الطفيلة من 28 إلى 18، في جبال أشرة من 28 إلى 17، وفي معان من 31 إلى 21 درجة مئوية، وترتفع في العقبة إلى 37 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلا حوالي 25 درجة مئوية. وختام هذه الجولة في المنطقة الشرقية، في رويشة 30 إلى 20، وفي الصفاوي من 32 إلى 20، وفي الأزرق من 33 إلى 21 درجة مئوية مع أجواء مشمسة بوجه عام. المزيد من التفاصيل عن التقلبات الحرارية المتوقعة خلال هذا الأسبوع تجدونها بالنشرة الجوية الأسبوعية. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.